الحمد لله كله منور تمام، ربنا يخليك. ويعني فورمه و100 100، ما تخنش يا بركات. لا لا، وعلى خلص. فكره انا كنت فاكرك انت كمان تخنت، بس انا يا الناس كانت فاكره ان انت تخنت. اتفضل يا بيه، يا بيه اتفضل يا بيه. الناس ساعات تيجي تهزر تعمل لك حاجه مثلا كده ولا كده ولا بتاع، فانت ايه ساعات تقوم منزل مثلا ايه الصور دهيت. طب انا اقول لك على حاجه، فاكر يا سيد الفيديو اللي كنا عملناه؟ كنا هنعمل يعني كنت بعمل برنامج المفروض هعمله اللي هو نزل، اللي هو الفيلم اللي كان فيه سيد معوض وشادي وابراهيم سعيد وابراهيم سعيد سيد حمدي وسيد حمدي. احنا كنا بنعمل بدا ده، انا باخد لقطه مع سيد معوض في شارع وادي النيل. ما انت كنت بتعمل موتوسيكلات على الموتوسيكل صح؟ وهو طلع على الموتوسيكل وانا بجري وراه وبتاع، وقعد عمال اقول له يا سيد وبتاع وكلام من ده، وابوظ التصوير واشتم في سيد. يقول له يقول لك ستوب يا بركات خلينا نخلص وبتاع، بس كل ما بجري وراه وهو بالموتوسيكل يا سيد واشتمه. ما اعرفش بقى ايه اللي كان جاي معايا كده. اصلا ما فيش اصلا شتيمه ولا اي حاجه، هو شتمه بالام لا قدام الناس، انا بشتمه في الشارع قدام الناس. فكل شويه نعمل التصوير وبتاع. المهم الراجل وقف لي بقى بعربيه، وقف في وسط بقى راجل من الشارع عادي، فطبعا انا باين ان انا تخين، لبسني حاجات من تحت ومن فوق يعني عاملينني كده في فيمكن في عشان كده خدت صوره ولا حاجه. لو سمحت، لا بحكي لك موقف. مش انت الكابتن بركات؟ قلت له انا الكابتن بركات. قال لي ازيك يا كابتن؟ قلت له الحمد لله. قال لي ايه يا ابني اللي عامل فيك كده؟ قلت له ازاي؟ قال لي لا حول ولا قوه الا بالله. امش لا والله العظيم اقتنع بقى، اقتنع ان انت تخنت. ما كانش مع، بس يمكن انت ساعتها، بس انت ساعتها يمكن خدت صوره ولا حاجه ونزلت على السوشيال ميديا، فالناس قالت ايه ان هو تخن يمكن ساعتها. لا لا، بس هي ممكن، هو ممكن مثلا في فتره كده مثلا جت ايه، كنت ابو الخدود بقى يعني خدودي هي اللي لا انت عارف اول ما بتبطل الفتره الاولى في التبطيل ديت بتبقى يعني رخمه شويه، لانك انت ما بتبقاش خلاص بقى، انت مش عارف تعمل ايه، نازل بتتمرن عندك. زهقت يا بركات لما بطلت؟ لا لا خالص بجد خالص. انا اتضايقت بالظبط اول شهرين، يعني اول شهرين كنت متضايقهم جدا، لان خلاص بقى اللي انا بعمله طول عمري ما بقتش هعمله. خلاص ما بقاش موجود. في فين الناس دي؟ فين الناس اللي كنت بنزل اتمرن معاها؟ فين الكوره؟ فين الماتشات؟ فين التدريبات؟ فين البيت؟ ده جت تمرين مره يعني بعد ما بطل، جت تمرين اتمرن معانا 3 4 ايام كذا مره. كانت الفرقه بعد ما بطلت رحت الفرقه مسافره وانا كنت موقوف، وفي لعيبه جديده كانت موجوده في النادي، بركات كان بيجي يتمرن معانا بس بعد احسن من اللعيبه اللي كانت جايه النادي جديده. والله انا في يوم قلت له انت احسن من اللعيبه اللي النادي اشتراها. يعني ليه؟ انا اقول لك على حاجه، انا ماتش امبي اللي كسبناه 5-2 اللي هو انا كنت يعني خلاص ببطل بعد، كان هو كان اعلن كان اعلن قبلها باسبوعين ثلاثه، فكنا بنلعب امبي فاكر، احنا كسبنا 5-1 هو جاب جولين، جبت جونين، فسيد جالي جولين ايه انفرادات مثلا من نص الملعب ويروح على عبد المنصف ويروح حاططها من فوقيه، فسيد انا فاكر